ลำดับต่อไปนะครับที่จะขึ้นทดสอบนะครับนายอับดุลกอยูมเจ๊แวร์จากจังหวัดปัตตานีครับและลำดับต่อไปเตรียมตัวด้วยนะครับมูฮัมหมัดฟิกรีสามะจากนราธิวาสนะครับเตรียมตัวด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى اقرأأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعضفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأدخلهم جنة وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم جنات فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلولَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين للهخاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أسبق السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اقرأأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين حسبك السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون حسبك صدق الله العظيم صدق الله العظيم กับการทดสอบท่องจำเมื่อสักครู่นี้ลำดับที่8นะครับลำดับต่อไปครับนายมูฮัมหมัดฟิกรีสามะจากจังหวัดนราธิวาสครับขออนุญาตเรียนเชิญครับและลำดับต่อไป
นายอีซอมโตแวฮายีจากปัตตานีเตรียมตัวครับเรียนย้ำกันอีกครั้งนะครับระบบใหม่ปรับได้ตามที่ท่านนั่งนะครับขอให้เสียงนั้นตรงกับปากเพราะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเบาไปสักนิดนะครับالسؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن إنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين
اقرأ. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم يردون إلى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين فيردون حسبك. السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. اقرأ. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن
يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فلما كفر قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم قال نكروا لها ننظر أتهتدي قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون حسبك صدق الله العظيم ครับที่จบไปแล้วนะครับเป็นลำดับที่9นะมาฟิกรีสามารถจากนราธิวาสลำดับต่อไปครับนายอีซอมโตแวร์ฮาวีนะครับอายีนะครับจากจังหวัดปัตตานีขอเชิญครับและขอเชิญนายอับดุลรอมานเจมะจากนราธิวาสเตรียมตัวครับขอเชิญนายมูฮัมหมัดนายอับดุลกอยูมเจแวร์ด้านข้างเวทีครับมูฮัมหมัดฟิกรีสามารถด้วยทั้งสองท่านครับالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اقرأ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لباسا الله الذي جعل لكم الليل والنهار حسبك صدق الله العظيم ลำดับต่อไปครับนายอับดุลรอฮ์มานเจมะจากนราธิวาสขอเชิญครับและผู้ที่เตรียมตัวนายอัลอามีนสุหลงจากจังหวัดยะลาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكمأني قد جئتكم بآية من ربي لا أني قد جئتكم بآية ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللهوأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنينومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوههذا صراط مستقيم حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حسبك. السؤال الأخير. اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم حسبك صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สารกรณียทีมที่ทดสอบจบไปแล้วนะครับนั่นคือนายอับดุลรอมานเจ๊มะจากจังหวัดนราธิวาสนะครับ